السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع جميل جدا بتقدر تعمل فيديو اديتور ده من غير ما تسطب اي برامج خالص، وخفيف على الجهاز لان هو كله بيتم من خلال المتصفح، فمش محتاج ان انت تسطب اي حاجة خالص. تمام، ده بيبدأ بقى ممكن يظبط لك الفيديوهات بتاعتك الطويلة والقصيرة، ويبدأ ان هو يلغي منها اي وقت فيه سكوت او كده. فعندنا مثلا اوتو كات سايلنس لو في اي وقت في النص، بدل ما انت تعملها مانيوال هو بيعملها اوتوماتيك اوتو كات، وبيقدر يحسن لك الجودة بتاعة الصوت، وممكن يعمل لك موسيقى والموسيقى دي تبقى مرتبطة بايه، لو انت بتتكلم الموسيقى صوتها يقل، لو انت ساكت الموسيقى تبدأ انها تعلى شوية. ففي شوية مزايا، حاجات كانت بتتعمل مانيوال لكن هم عملوها بشكل ظريف. طيب تعال نشوف الأسعار قبل ما نبدأ. هو الموضوع بيتم اوتوماتيك، انت ترفع الفيديو وتختار ايه الحاجات اللي انت عايزها هو بيعملها لك. لو انت عايز تعمل فري فانت ليك 30 دقيقة في الشهر، 30 دقيقة كل شهر بينزلك 30 دقيقة، ممكن تعمل مثلا 3 دقايق 4 دقايق 5 دقايق، المهم في المجموع بتاعهم 30 دقيقة، يعني مش لازم فيديو واحد. الجودة ريزوليوشن 720 ماكس، دي أقصى حاجة 720. لو بفلوس $10 في الشهر هيبدأ يبقى معاك 1080، وال 4K دي $29 في الشهر. طيب عندنا الاستورج، عندك 2 جيجا اللي هي النسخة المجانية، وعندك فايل سايز 1 جيجا. طيب انا هقول له بقى ساين ان، او تقدر تقول له ساين اب لو انت حساب بتاعك اول مرة. مفيش جوجل، لا لازم انت تكتب المعلومات بتاعتك. بتلاقي شاشة سهلة جدا، هتقول له create new project، وتبدأ تحط اي فيديو، والفيديو ده هيبدأ ان هو يرفعه، المهم ما يزيدش عن 1 جيجا وما يزيدش عن 30 دقيقة. طيب انا هرفع اي فيديو، طيب كده اترفع، هقول له next. بيقول عايز اسميه ايه، نفس الاسم بقى بتاع الحاجة. وبعد كده هتقول له انا اللغة هنا عندي مثلا عربي، لو مفيش ممكن تقول له my video doesn't have voice. طيب انا هقول له عربي. طب ايه فايدة بقى العربي؟ ان هو الكابشن يبدأ ان هو يحط الكلام اللي انا بقوله في قلب الفيديو. تمام، سموث كات، لما يبقى فيه كات يبقى فيه سموث، تمام، بحيث ان الناس ما يبقاش مرة واحدة الصوت عالي او صوت واطي او يقطع كده بنعومة شوية. اوتو كات سايلنس، لو في وقت احنا ساكتين فيه يبدا ان هو يظبطه. سمارت باك جراوند، يبدا يعمل لك الباك جراوند، وهنا يبقى فيها ذكيه بحيث لو انت بتتكلم اوتو داك يروح ايه لو انت بتتكلم يوطي الموسيقى. تمام، وهنا يظبط لك في الاول في الاخر اوتو بانش. طيب هتقول له كرييت بروجكت، مش لازم كل ده مره واحده، تقدر ان انت تشيل الحاجات اللي انت مش عايزها، بيقول لك ان انت شغال فيها، واول ما يخلص هتلاقيه ظهر عندك، هيبدا يبعت لك نوتيفاي على الايميل بتاعك. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وبسيط، وظبط لك الفيديو. كان ساعات بنستعين بادوب بريمير او بنستعين ببعض البرامج، لكن هنا الموضوع سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي مشاكل خالص. هنا البروجكت ليست، لو عندك اكتر من مشروع بتبدا ان انت تشوف المشاريع بتاعتك الموجوده. هنا الميديا، الملفات اللي انت عملتها موجودة، library، وفي الحاجات اللي انت رفعتها upload.